طبعا مشاهدي الكرام، اليوم عندنا ودنا نتكلم عن تقرير جميل يختص بمجال الأعشاب، وهو تقرير مفصل ودقيق جدا وحلو، وبإمكاننا إن شاء الله أن نشرحه لكم بصورة طيبة. وشيء ما ودش تقنين التقرير شو نشرح؟ يعني احنا نبي نتكلم شوي عن الأعشاب ووجود الأعشاب. أحيانا في أعشاب فعلا تكون مضرة، وفي أعشاب ممكن تكون صالحة للإنسان. احنا وايد قاعدين نشوف إعلانات من خلال التلفزيونات الفضائية ومن خلال القنوات المختلفة، عشبة تعمل كذا، عشبة تبيض، عشبة تنحف، عشبة تشيل الأمراض اللي بالمعدة، تاخذ تخفف من القولون، تخفف من القرحة. بس هل أنتم متأكدين من هالإعلانات اللي قاعدة تنزل والناس قاعدين يستنزفوا كل هذه الأعشاب بدون وصفة طبية، بدون هذه الأمور؟ فهذا صار عندي كويستشن مارك. إيش رأيك ناصر؟ والله أيضا شيء ما يعني صار في تخبط ما بين الطب اللي هو بالأعشاب والطب الحديث، في صار في منازعات، وصارت في عدة قضايا تداولتها الصحف حول هذا الموضوع، أيضا القنوات الفضائية، لأن بالفعل صار الموضوع صار يخوف. يعني لازم تلجأ حق الشخص المناسب، صاحب القدرة، صاحب المعلومة، صاحب الثقافة، واللي أيضا يعتمد على كيفية علاجه واستخدام الأعشاب بطرق حديثة أيضا وبمعلومات صحيحة. والمصيبة حتى الجرائد، لاحظت ناصر، حتى الجرائد يعني جرائدنا المحلية قاعدة كل يوم تنزل إعلان عشبة تشيل الجلطات مثلا الدماغية، عشبة تشيل الجلطات اللي ممكن تصير بالقلب، عشبة ممكن تطول الشعر، تنحف. يعني ما أدري على اي اساس هم ينزلوا هذه الدعايات بدون ما يكون فعلا متاكدين، لان في النهايه في اناس ما عندهم ثقافه علميه وثقافه يعني من عن موضوع الاعشاب، لذلك ممكن اي واحد يتداوله وينضر من وراء هذا الموضوع. وايضا شيء ما انت لو تلاحظين، يعني في كثير من المناسبات تم الاعلان عن عده يعني اشخاص متخصصين في هذه الامور، عدة أعشاب حطوها وذكروا أن هذا الأعشاب تعمل على كذا وكذا وكذا، ومن ثم بعد استخدامنا أو استخدام الناس واستهلاكنا لهذه المواد تثير قضية بأن هذه الأعشاب it's not allowed وهذه الأعشاب مضرة، ويبدون يشهرون فيها في الصحف المحلية. طيب ليش ما في مراقبة من البداية؟ وليش ما يكون في عندنا مختبرات تقيم هذه الأعشاب، يعملوا عليها اختبارات معينة حتى يعني يبين فعلا إذا كان هي مفيدة ولا لا؟ ولكن للأسف أصبحت يعني هي تجارة، وأصبحت يعني مسألة كل واحد صار يحط SMS وكل واحد صار يحط رسالة، وأصبحت مسألة تجارة ما فيها شيء من الضمير. يعني بالفعل نتمنى مشاهدي الكرام من التركيز دائما وحذاري من الأمور اللي زي هذه دائما. طبعا احنا في احدى الحلقات استضفنا الدكتور محمد بن سيف الكواري وتكلمنا على عدة أمور.